والآن أيها الصغار، حان وقت مسابقة المعلومات في اللغة العربية. هناك ثلاثة أسئلة، وكل سؤال بعشر درجات. أنا بلا شك سأحصل على المركز الأول يا جدي، فأنا واثق من معلوماتي الرائعة في اللغة العربية. حسناً يا خلاص، سوف نرى الآن. السؤال الآن هو: قصد الشاعر هنا أن يتحدث بلسان أحد، من يا ترى المتحدث في هذا البيت؟ ومن هو الشاعر الذي كتبه؟ لما لم ترفع يدك يا خلاص؟ ألم تقل إن معلوماتك رائعة وإنك ستحصل على المركز الأول؟ هل أجيب أنا يا جدي؟ تفضلي يا تمورة. قصد الشاعر أن يتحدث بلسان اللغة العربية يا جدي، وكأنها تقول: أنا استطعت أن أتسع لأكون لغة كتاب الله، ولم أضق بآياته أو العظات التي يقدمها كتاب الله تعالى. أما عن الشاعر فهو الشاعر المصري حافظ إبراهيم. أحسنت يا تمورة، إجابة صحيحة ووافية، عشر درجات لك. السؤال الثاني يا صغار: متى يحتفل العالم باليوم العالمي للغة العربية؟ أجب يا تمور. يحتفل العالم باليوم العالمي للغة العربية في 18 من ديسمبر من كل عام يا جدي. إجابة صحيحة، إذن عشر درجات لتمور. دعونا نسدد الكرة تجاه المرمى من هذه المسافة، من منا سيستطيع تسجيلها؟ بالطبع أنا الوحيد الذي سيسجل في المرمى من هذه المسافة. دعنا نرى إذن يا خلاص. هل رأيت؟ يجب أن تتدرب كثيراً أولاً يا خلاص. لا أعلم ما الذي حل بخلاص، لما غضب وتركنا هكذا؟ لأنه لم ينجح في تسجيل هدف، لو تدرب بدلاً من الكلام لنجح في التسجيل. اليوم يقيم مركز اللياقة البدنية في مملكة التمور سباق الجري، سأقول لكم التعليمات التي ستتبعونها. لا داعي للشرح يا جدي، أنا أعرف كل شيء وسأفوز في هذا السباق. لا يا جدي، نريد أن نعرف التعليمات. أحسنت يا برحي، خلاص غريب هذه الأيام، دائماً يدعي معرفته بكل شيء، وهذا خطأ كبير. التعليمات ببساطة يا صغار: يجب القفز على الحواجز الموضوعة أمامكم، ثم لمس الراية والعودة مرة أخرى. حسناً يا جدي، لقد فهمنا. استعداد، انطلاق. لقد حققت المركز الأول. الذي حقق المركز الأول هو تمور يا خلاص. لقد وصلت أولاً يا جدي. ولكنك لم تقفز على الحواجز يا خلاص، ولم تتبع تعليمات السباق، ولذلك تم استبعادك. وهذا حدث لأنك لم تستمع إلى التعليمات عندما كنت أشرحها، وأرجو أن تكون قد تعلمت من هذا الدرس. إن الامتحان غداً، ويجب أن نقوم بالمراجعة، نريد أن نحصل على درجات عالية. لقد قمت بتلخيص المادة في عدة نقاط وأسئلة مهمة لتسهل علينا المراجعة. أنا لست محتاجاً إلى هذا كله، لقد ذاكرت جيداً ولا أحتاج المراجعة. أعتقد أنني سأحصل على الدرجة النهائية في الامتحان. ألا تتعلم من أخطائك يا خلاص؟ كل مرة تقول إنك ستحصل على المركز الأول وتفشل في النهاية. أنا لا أفشل أبداً، ولا تحدثني هكذا مرة أخرى. لم يكن من الجيد أن تحدثه بهذه الطريقة يا مجهول. لقد اعتاد أن يقول إنه الأفضل وإنه يجيد كل شيء، وفي النهاية يفشل في كل ما يدعيه. إن أردنا حل الأمر فيجب أن نبلغ الجد عجوة وهو يتصرف معه، فهو لن يقبل منا النصيحة بعد ذلك. تمور، تمورة، مجهول، أين كنتم؟ لقد بحثت عنكم في ساحة الألعاب ولم أجدكم. ها؟ سكري، انتبه يا سكري. أنقذوني، أنقذوني، النجدة. نحن لا نجيد السباحة، ما العمل الآن؟ النجدة، النجدة، أنقذونا. سكري، أنا قادر. سكري، سكري. شكراً لك يا خلاص،
لقد أنقذت حياتي. شكراً لك يا خلاص، فأنت الأكثر مهارة في السباحة في المملكة كلها، ولولاك لما استطعنا إنقاذ سكري. أنا أعتذر إليك يا خلاص، أنا لم أقصد أن أحدثك بشكل سيء، وبالطبع أشكرك على بطولتك لإنقاذ سكري. لا داعي للاعتذار يا مجهول، ففي النهاية نحن صديقان. لقد استطاع خلاص بمهارته الكبيرة في السباحة أن ينقذ سكري من الغرق، والأهم أنه قد فعل هذا دون أن يتحدث، وهذا لأنه يجيد السباحة. لا أفهم قصدك يا جدي. المقصد يا صغار أن الذي يجيد الشيء حقاً لا يقول إنه يجيده بكبر وغرور، ولكن يصمت ويثبت بالفعل وليس بالقول أنه يجيد هذا الشيء. لقد فهمتك يا جدي، تقصد أننا يجب أن نفعل أكثر مما نتكلم، ويجب أن نعرف قدراتنا جيداً ونثمنها ونعمل على تطويرها. أما عن خلاص فإنني كنت سأحدثه في الذي كان يفعله في الأيام الماضية عن ادعاء المعرفة والتفوق في كل شيء، وكنت سأنصحه بالابتعاد عن هذه العادة الضارة والعمل في صمت على تطوير الذات. أعتذر يا جدي عن الذي صدر مني، وأعدك أن هذا لن يحدث مرة أخرى. وعليك أن تعلم أن الكلام الكثير وادعاء المعرفة جعلك لا ترى حقاً الشيء الذي أنت بارع فيه بالفعل، فقد كانت السباحة هي الشيء الوحيد الذي لم تقل إنك تجيده أبداً، بالرغم من أنك الأكثر مهارة في السباحة في مملكة الطمور.